ان احنا بنتكلم على مبادره من حق اتكلم، وهي المسح السمعي. تعالوا بينا نطلع دلوقتي تقرير من قلب الحدث في حي الاسمرات بحضانات حي الاسمرات. تعالوا بينا نشوف ونرجع تاني، استنونا. ضعف السمع عند الأطفال ممكن حاليا اكتشافه بسن مبكر جدا، من أول عمر يوم واحد، عن طريق إن احنا بنعمل حاجة اسمها مسح طبي سمعي للأطفال، اللي ابتدينا في وزارة الصحة ابتدت تتعمم هذا الموضوع على المواليد، والحمد لله ابتدينا الخطة دي على مستوى الجمهورية. وبعدين بعد كده الأم اللي من الأول خالص لو ابتدى الطفل يتأخر في الكلام أو ما ينتبهش للأصوات كنت أتجه بيه إلى عيادة طبيب استشاري طب السمع والاتزان عشان يعمل له اختبار السمع المناسب لسنه، ويحدد إذا كان الولد سمعه طبيعي أو عنده مشكلة في السمع ومحتاج سماعات أو زراعة قوقعة. طب يا دكتور، لو مثلا في طفل عنده ضعف السمع بنبلغ أولياء الأمور إزاي؟ يعني ما أكيد لو سمعوا الموضوع ده بيبقى عندهم صدمة، قلقانين على أولادهم، يعملوا إيه؟ احنا طبعا لما الطفل بيكون عنده ضعف سمع ده سؤال ذو شقين، يعني ببلغ الاهل ازاي؟ انا عن نفسي ببلغ الاهل كل ولي امر على حسب مستوى الثقافه. في بعض الناس بيكونوا واخدين الموضوع ببساطه شديده، في الحاله دي بضطر ان انا ابلغهم الموضوع بصراحه شديده ان الولد لازم يلبس سماعه عشان يبتدي يتكلم ويبتدي يدخل مدرسه عاديه. في اب وام بتلاقيه اول لما يدخل عليه بتلاقيه بيعيط وتلاقيه متضايق جدا وتلاقيه مش قادر يستحمل اي خبر سيء، في الحاله دي بديله النماذج المبشره الموجوده، لان احنا في عندنا اطفال عندهم ضعف السمع وطالعين الاوائل في الجامعات وفي المدارس ومتجوزين ومخلفين وعايشين حياتهم كويس جدا. والسماعات دلوقتي ما بقتش سماعات كلها كبيره، بقى في سماعات صغيره الحجم داخل قناه الاذن عشان الشكل العام بالنسبه للولد او للبنت بيبقى كويس، في سن معين بيبقى مكتوب الكلام ده. كل ده في اطار هام جدا بتتولاه الدوله وسياده الرئيس في ان احنا وقايه هذا الشعب من الامراض التي تعيق تقدمه، والدليل على كده ان سياده اصدر قرار جمهوري بان الاطفال حديث الولاده من اليوم الاول حتى اليوم ال 15 قبل ان يستخرج شهاده الميلاد عليه ان يتوجه لمراكز محددها وزاره الصحه والتامين الصحي لعمل المسح السمعي المبكر. مثلها في ذلك مثل اكتشاف الامراض المتعلقه بالغده الدرقيه. فكره المبادره قايمه على اكتشاف ضعف السمع عند الاطفال في وقت مبكر علشان يتلحق يتعمل لهم زراعه قوقعه او يتركب لهم معاينات سمعيه. فاحنا بنعمل كشف دلوقتي عشان كل ما الكشف ده بيكون مبكر اكتر بيكون ده احسن للحاله. يعني دور المبادره ان احنا بنعمل كشف مبكر اصلا للطفل عن الجزء اللفظي بتاعه والجزء اللغوي بتاعه.